مشاهدينا، وما يزال الحديث مستمرا عن ملتقى الراوي، ولكن هذه المرة مع لقاء الأجيال، حيث عقد صباح اليوم حلقة شبابية بعنوان لقاء الأجيال الذي جمع بين جيل الشباب وجيل حملة الموروث الثقافي. عن هذه الحلقة الشبابية نتابع معا هذا التقرير. لقاء ثقافي جمع جيل الموروث الثقافي وجيل الشباب في ملتقى الراوي في نسخته 18، والذي نظمه معهد الشارقة للتراث وبالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب في مركز إكسبو الشارقة، بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث ونخبة من حملة الموروث الثقافي والجيل الشاب. هذه مبادرة جديدة من مبادرات ملتقى الشارقة الدولي للراوي، بأن أدخلنا الحلقات الشبابية هذا العام لكي تكون هناك مقاربة ثقافية بين جيلين، جيل حملة الموروث وجيل الشباب، لنقارب الرؤى بين هذين الجيلين، وحتى يكون هناك يعني تواصل فيما بينهما، أيضا لكي يعني كيف الشباب ينقلون هذا، يستلمون هذا التراث ويحفظونه، ومن ثم بدورهم ينقلونه للأجيال الآتية إن شاء الله. وبهذه الطريقة ستكون هناك استدامة لهذا التراث، لأن هذا التراث هو الذي يعبر عن هوية هذا الوطن. ناقشت الحلقة محاور عدة، أهمها واقع التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهمية التواصل الثقافي بين الآباء والأبناء، حيث طرح الشباب رؤيتهم تجاه التراث والهوية الوطنية وكيفية الحفاظ عليهما، إضافة إلى التكنولوجيا ودورها في اتساع الهوة بين الشباب والتراث وكيفية العمل على ربط التراث بالتكنولوجيا لتعزيزه لدى الجيل القادم. مشاركة اليوم جميلة جداً، هي حلقة مستديرة حول الطلبة والطالبات، شارك فيها كثير من الطلبة والطالبات، شابات والشباب وكبار السن من الرواه الكنوز البشرية التي متواجدة على أرض دول الخليج عامة كلها، ليس فقط محصورة على الإمارات، وكانت أفضل السبل للمحافظة على هذا الموروث الشعبي وتناقله عبر الأجيال من جيل الأجداد إلى جيل الآباء ثم الآن إلى جيل الشباب. عقدت حلقة شبابية كانت تعنى بالتراث وكيفية توصيل التراث من خلال الجيل القديم، الجيل ذو الخبرة، الجيل اللي يحمل يعني كل معاني التراث ويتعلم عن التراث وعاش التراث، إلى جيل الشباب الجيل الحالي. فالحمد لله رب العالمين، أنا تواجدت في هذه الحلقة الشبابية واستفدنا صراحة، نحن كشباب طرحنا مشاكل اللي قاعد تحصل في الوقت الحالي. ملتقى الشارقة الدولي للراوي يسعى إلى الاحتفاء بالكنوز البشرية الحية وخدمة التراث وحفظه وصونه من الضياع والاندثار، وتسخير كافة الجهود الكفيلة بذلك. وللحديث أكثر عن الحلقة الشبابية وأهمية انعقادها في ملتقى الراوي، تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة إسراء الملا، منظم الحلقات الشبابية لملتقى الشارقة الدولي للراوي. أهلا وسهلا ومساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك أختي، حياك الله. في البداية، كيف جاء تنظيم الحلقة الشبابية في ملتقى الراوي وما الهدف من انعقادها؟ نعم، الحلقة الشبابية بعنوان لقاء الأجيال هي مقارنة ثقافية بين جيل حملة الموروث الثقافي وجيل شبابنا اليوم. الحلقة الشبابية برنامج تم استحداثه ضمن فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته 18 هذا العام. نعم. نحن في الحلقة الشبابية نقوم بطرح موضوع محوري، أيضا هو لقاء غني بالحوار بين الشباب والتراث. نعم. يعني بين الجيل الذي يمثل الأصالة ويحفظ تقاليدنا المتوارثة من كنوزنا البشرية والرواه، وجيل آخر نشأ في عصر التغيرات اللي نستحدثها حين والتكنولوجيا الحديثة. نعم. نحن هنا في الحلقة الشبابية، نعم، نبحث عن جوهر العلاقة بين الجيلين، نعم، جيل الموروث وجيل الشباب، والتعمق في الحديث عن تراثنا وكنوزنا البشرية. نعم. أيضا هناك دور مهم للشباب أنه يكون مثل ما تعرفين حلقة تواصل بين جيل الموروث وجيل الشباب.
لأن الحلقة تعبر عن تراثنا اللي هو يمثل هوية الوطن. نعم، لو تخبرينا أيضا ما هي أهم الموضوعات التي تم طرحها خلال هذه الحلقة الشبابية؟ أسئلة الصراحة كانت كثيرة وموضوعات غنية جدا بالتراث الجميل، شاركونا فيها نخبة من الكنوز البشرية. نعم. أيضا كان هناك في شباب متميزين ما شاء الله، وكان هناك إن الشباب والكنوز البشرية كانوا منسجمين يعني في الأسئلة. نعم. المحاور كانت عبارة عن واقع التراث مثلا في الإمارات وكيفية التواصل الثقافي بين الآباء وأبنائنا اليوم. نعم. أيضا نظرة الشباب اليوم للتراث الثقافي، أيضا تكلموا عن الثقافات ودور المؤسسات الثقافية والتراثية في الإمارات. نعم. وكيف نحن نروج عن تراثنا في الإمارات ونعرف فيه المجتمع بشكل عام فيه. نعم. كيف كان تفاعل الشباب مع الكنوز الثقافية؟ هل في تفاعل أم أنهم بس كانوا عنصر تلقي فقط؟ لا بالعكس، التفاعل كان جدا متميز وصراحة كان فوق المتوقع، يعني عدد الحضور ما شاء الله كان كبير جدا. نعم. حتى أن المحاور اللي ناقشناها يعني في الحلقة ضمت العديد من الحضور، يعني مش بس من دولة الإمارات. نعم. شاركونا من الخليج وأيضا العديد من الدول العربية كانوا. نعم. معنا صراحة كان شيء جميل وشيء يعني يربط بين جيل الموروث وجيل الشباب، يعني. نعم. حسين في انسجام بينهم. صحيح. بالفعل لاحظنا تنوع، هذا كان تفاعل ملحوظ والحمد لله، الاندماج والتفاعل كان بينهم جدا واضح. نعم بالفعل لاحظنا تنوع واختلاف أيضا الفئات العمرية المشاركة. كل الشكر والتقدير للأستاذ إسراء الملا منظم الحلقات الشبابية في ملتقى الشارقة الدولي للراوي. شكرا جزيلا. شكرا حبيبتي.